باينه، بس ممكن اعرف ليش تاخرتي كل هالقد؟ وانا ممكن اعرف ليش معصب كل هالقد؟ لانه بدنا نبلش تصوير. ممكن تجهزي لي حالك لو سمحتي؟ حاضر استاذ، بس لحظه لسلم على الجماعه صاحبين البيت. عن اذنك. صفي. اسفين استاذ مبلغينا، بس هي تاخرت نص ساعه استاذ. اسفين. شو هالحكي هذا؟ وين نحضر هلا استاذ؟ نحن هون. يا محمد شو حلو. مرحبا سيدي صباح. يا ميت اهلين، حلت علينا البركات وزارنا السعد. شكرا. اهلين مدام، انا اسمي ليلى. اهلا وسهلا. اهلين، شرفنا. يا اهلين. اهلين مدام، الحقيقه حضورك قاتل عبقري مدام، شرفتينا. شكرا شكرا. شرفتينا وانستينا يا ميت، اهلا وسهلا فيكي. شكرا. اهلا اهلا مدام، احنا عندنا اليوم صباحين. شكرا. تفضلي. شكرا. انا خالد زوج ليلى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، انا اسمي رامي. اهلين رامي. مرحبا، انا نجمه طباخه هون. انا بحبك كثير ومتابعت لك كل مسلسلاتك ومسرحياتك، كاسك يا وطن وغربه بالعلامه بغربه بتقولي لك، حتى البرغش ما عاد قرص بهالضيعه والعبابيد والخوالي. شلون عمل عرفه؟ منيحه بتسلم عليك. الله يسلمك. عن اذنكم شكرا يا استاذ ماجد انه قبلتوا تخلونا نصور عندكم، لانه الحقيقه ما عندنا وقت ندور على مكان تاني، لاني انا مضطره اسافر. كلكم ذوق ولطف. انت اللي طيبه وظريفه. ست صباح لسه ما جهزتي حالك؟ تفضلي اعملي مكياجك وشرفي، الكل اللي عم يستنوه. يا الله شو صاير عصبي. عن اذنكم، لانه مثل ما شايفين المخرج عم يخانقني على الطالعه والنازله، وانا ما بعرف شو ذنبي. يا عيب الشوم عليه، بالظاهر انت عم تعطيه وش زياده. ما هيك بالله؟ عن اذنكم. الله معك، مع السلامه. موفقه. حلوه. ما مو معقول يا جماعه، خلصونا زعلنا ناخذ اللقطه. يا الله شو هالمخرج هاد، بضل كل النهار عم يعيط. معقول هذا كله مدام لانك تاخرتي؟ واذا ما نحن قاعدين، ولا شو رايك استاذ مجدي؟ مجدي الله طالع من دمك مثل العسل. لك اسمه ماجد. ماجد ماجد، خليه مجدي احلى. خلص لا تنادي له، نادي لي الي. وشو بتحب نادي لك يا امور؟ نادي لي روميو. حاضر حاضر يا سيد روميو. بخيل الوش ما احلام. سوسان شو قصته ابوكي فجاه حل لسانه؟ حبيبتي ما بتعرفي يعني بحب ياخذ ويعطي مع الجنس اللطيف، بقى كيف مع صباح جزائري؟ حق معه الصراحه، بتستاهل. يلا حبيبي يلا قوم خلينا نمشي هلا. ايه هلا. حبيبتي لحظة بس ليخلصوا المشهد الأول بس. ولا حتى أول لقطة، هلأ بدي أمشي، بعدين مو ضروري تشوف ست الحسن وهي عم تمثل. سوسن سوسن طولي بالك، ترى عماد يحب يمزح معك. معلش سهري أنا هلأ بدي أمشي. دخلك لأمتى بقيانين الجماعة هون؟ بقيانين شي أربعة أيام. يا سلام، معناها بنبقى بنزوركم بعد أربعة أيام. أنا من ناحيتي مضطر. لطيف ما أجملك. أجي لعند عمي كل يوم لأني بشتاق له، سبحان الله بتصبح بهالوش المنوخ. شايفة ليلى شلون بحب يجاكرني؟ طولي بالك عم بيمزح معك. طيب ايش رايكم ان عمي عزم الفنانة صباح وقال بيزعل وبيوقف التصوير اذا ما قبلت بضيافته كمان هيك بدون ما يشاور بناته؟ وليش لحتى يشاوركم؟ يعني هو مو رجال وكلمته من شوره، قصدي شوره من راسه، كلمته من شوره من راسه. سوسان قومي خدي جوزك من وشي احسن ما يطلع جناني عليه. عماد قم معي شوي، قم نروح وبعدين نجي لين تهدى اعصابهم. يلا احسن شيء. شرف ما بينعطوش، لا تقليلي ما بينعطوش. شلون شعراتي حلوين؟ وانا اللي سهرت الليالي وانا عم بستناك، رجعت تقلي هلا انه كل شيء بيناتنا كان مجرد ذكرى حلوه وخلص؟ صدقيني مو بايدي، ظروف. انت واحد كذاب اناني. انا هلا اللي ما عاد بدي اياك، تفضل انقلع برا برا. باي باي. استوب. تفضلي ارتاحي وحضري المشهد اللي بعده مدام. كيف استاذ عجبك؟ ماشي الحال. ماشي الحال. شو هذا يا بضل مو عاجبه شيء. شكرا شكرا. نعم بابا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، يعطيك العافية، تفضلي. اهلا وسهلا. لا تزعلي ولا تردي عليه، هذا يعني نق مخرجين
وبده اياك تضلي تبكي وتبكي وتعصري حالك وتعصري حالك من القهر لحتى شو يقدر ياخذ المشهد اللي بده اياه. والله تاريك عارف سر المهنه. ايه لك ها. طيب قل لي انت شو رايك بالمشهد؟ يا ستي كنتي رائعه وعظيمه وفهمانه وما في مثلك. شكرا. سوسان اشتلقتي على ابوك؟ كل اربع ايام وبيمضوا، المهم انه قدرنا نصرف عماد وخالد من هون، هدول الخطر. إيه بس باين عليها حبابي. حبيبتي الخوف مو منها، الخوف من رجالنا يحبوها ويغرموا فيها. انا بالنسبه لإلي خالد كتير مخلص. ايوه عماد مخلص بس سلال. شو سلال؟ بتعرفي احسن شي نروح نقعد معها، احسن ما لها مستفرده بابوكي. لك اذا رامي عم بيضل لازق فيها طول الوقت. اي والله الحق معه هون، الطرسانه مهضومه وهيك عم تغلي غلي. مدام قولي لنا بصراحه وين احلى، هون ولا مصر؟ شوفي كل بلد حلوه بناسها واهلها، بس هون قد ما صار زحمه مو مثل زحمه القاهره. هونيك اذا مشيتي بالشارع او وقفتي على شي بالكون بتشوفي العالم كانه يوم الحشر. بس سبحان الله بتضل مصر حلوه وزحمتها وعجقتها. انا زرتها مره واحده لما تجوزنا انا وعماد، بس اكثر شي حبيته الاسكندريه وبحرها. شط الاسكندريه كتير حلو. وزرتوا الغردقه او شرم الشيخ؟ لا والله. طب انا حبيتكم يا جماعه، واذا بتسمحوا لي ادعيكم لعندي على مصر تطلعوا معي، وبعملكم بروجرام سياحي بجنة. عندك هونيك بيت كبير؟ ايه استأجرت شقة حلوة كتير، بدي اقعد فيها كل فترة التصوير لانه بدنا نكفي كل مسلسلنا الباقي بمصر. حبيبي ما قلت لها لطان شكرا على دعوتها لك. شكرا. عن جد انا عم بعزمكم، الشقة موجودة وكبيرة. مشكلة كل واحدة فينا مرتبطة بجوزها. انا عم بعزمكم كلياتكم وبما فيكم مجدي بيك. ماجد اسمه ماجد. شو بيعرفني مجدي وخلاص. مرقها مسيو روميو. من جهتي انا قبلان عزيمتك حتى لو هنن ما طلعوا. يا سيدي وانا موافقه. يا سلام. ست صباح. ماجد بيك عم يسال شو بتحبي تاكلي اليوم؟ حبيبه قلبي هي الشغله مسؤوله عنها مدير الانتاج. يا عيب شو معقول نخليكم تجيبوا اكلاتكم من برا وتطلبوا ضيافتنا؟ اي والله ماجد بيك بيعلق مشانقنا. طبعا مو معقوله هي. مستحيل، لحتى نقبل دعوتك لازم تقبلي دعوتنا على الغدا. مدام هيك بتغدى مثلكم. يعني بتحبي تاكلي طبخ لما اكل جاهز؟ إيه اللي بتاكلوا منه باكل منه. خلص معناها هلا نجوم بتحضر لنا شي طبخه. شو عنا شي جاهز بالبراد؟ عنا كوسه وبيتنجان محفور ولحمه موزات بالبراد. نجمه الكوسه بتعمليها يا لانجي والبيتنجان فتت مكدوس منيحه. يا سلام انا بحب هالاكله. عندكم دجاج مسلوق؟ ايه عنا. طيب شو رايكم اعملكم ملوخيه بالفراخ على الطريقه المصريه؟ انا من جهتي ما بعرفها. نجمه بتحضر عنك، ما بدنا اياك تطبخي وتشتغلي، هلا كم ساعه وبيجوا جماعه التصوير. نجمه ما رح تعرف لحالها، انا رح اعلمها. اي وانا بتعلم منك كمان. وانا لا انت تقعد كده زي السيد واحنا نطبخ لك يا روحي. انا طالع خبر جده انه طنط صباح رح تطبخ اليوم. اطلع تقبرني. صحيح وينه مجدي بيك؟ بغرفته شوي تاني وبينزل لبين ما يتحمم ويحلق ويلبس ويتبرفن. مدري شو صايبه هاليومين. لا تقولوا انه كل هالاناقة مشاني. شو عرفي استنتجت. ومشان هيك رح اعمل له اطيب اكلة ملوخية. يلا يا بنات تفضلوا. تفضلي. الله معكم. بس الله يستر ما تطلع معهم سلطة. ليش غرفتك عن القعده شباك؟ جدي الله يرضى عليك اتركني بحالها، طايش حجري، ماني عرفان شو بدي البس، بقى بدي اياك تساعدني وتنقي لي شي طقم سبور وشيك. ابو كيمي يا صبي ترن ترن قوي سكنه فيني عليا انا اروح لابوكي من النجمه. ما ترو
وساعة أمل عرفي كيفها. خلص ما عاد أسألك عن حدا. حضرتي كل شيء طلبته مني؟ حضرتها إيه. أنتي متجوزة؟ لا مالي متجوزة. معناتها ما بتعرفي تطبخي؟ لا ما بعرف أطبخ، يعني عم بتعلم. مدام إذا عندك شي عريس مصري لنجمة نحنا حابين نسفرها. إيه أنا اللي عندي، بكرة بس تجوا على مصر جيبوها معكم. هي عز الطلب، أصلها بيضة وطعمه ومربربة. خيلك لك أنت اللي طعمها. سوسن سجلي المقادير مشان ما تنسي شي وتحفظ الطبخة. على هي التفاح وهي القلم، وقولوا لي مشان ناولكم. عزيزتي نص كيلو ملوخية خضرة وجاجة حوالي شي كيلو. جاجة؟ ضمتين كزبرة خضرة مفرومين. هاي مفرومين. راسين توم. وبصلة صغيرة مفرومة. شوية حامض. هذا الحامض حامض. ومعلقتين صغار كزبرة مدقوقة يابسة. مدقوقة؟ يابسة. هي ثلاث معالق مشاني. ومعلقة ملح. ملح. هي ملح. ورشة فلفل. فلفل هذا فلفل أبيض معلقة؟ ايه فلفل أبيض. ايه. وقرفة. القرفة ليكا. وإذا بدك سمنة أو زبدة. هاي سمنة. حسب الطلب يعني انت كيف بتحبيها. وبعدين 10 كاسات مي. ليكم بالطنجرة حطيتهم كاسات مي. نجمة سلقتي الدجاجة وقطعتيها؟ لكن وحطيت معها بصلة وهي وورقة غار مشان الزنخة. برافو عليكي. يلا يا بنات خلونا نبدأ. تفضلي. يلا ابدوا. نجمة خليها معي. أنا رح أغسل الملوخية. يعني نحن هلا حناكل ملوخيه مثل تبع الافلام المصريه ما هيك؟ ورح تاكلي اصابيعك وراها. انت الجمال يسمع يا مين. شو هالأناقة ما عجبتك؟ عجبتك؟ اخ يا جدو. ما بقى استاذ يجيب رفقاتي البنات؟ لا بجيبهم شو ما تجيبهم؟ سوات هذا الجاكيت جبتنا من اياه. طلق يسمح لي يا جميل. شلون شايف انا مبخط ما والله بياخذ العقل. عريس طالع والله. عريس اذا انت العريس هلا سوسن مثل ما شفتي غسلنا الملوخيه ونشرناها على فوطه بيضة لبين ما تنشف شوي وقطعناها. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نقلي الملوخيه مشان تنشف المي اللي فيها. اوكي تشعلي لي الغاز. على عيني. اسمك ايديك ايديك. ونحط شوية سمنة.
التطبيقة هاي على الملوخية والشاش ومخليهم يغلوا حوالي 15 لعشرين دقيقة. ماشي. وهيك بتكون الملوخية خلصت. مدام هي ما بدك جنبرز؟ طبعا ما لازم نعمل رز مفلفل، ومو بس رز كمان لازم تحطي خل وبصلة ناعمة مشان النكهة. اوكي نجمي نجمي قومي حضري الرز حبيبتي، قومي الله يخجلك قومي حضروه. الله احلى الريحة. الله يسلم ايديك يا مدام، عزمناك اليوم. ولا يهمك. شو هاد يا سي الصباح؟ شو هاد؟ ان شاء الله ما بنحترم بالفتله. شكرا، هذا كله كرمالك مجدي بيه. مجدي حلو 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 من دمي، دائما قولي لي مجدي. حاضر تفضل 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 مجدي بيه. يلا بس لقله الاكل. الو والك مسيو روميو، لا تزعل. شو ناديتي؟ مجدي بيك مثل ما بدك. ناديتي منها. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. اما شو يا ماجد بيك، هلكت هلكت بهالطبخه؟ بمساعدة الست صباح طبعاً. طبعاً طبعاً نشغل سوا. سكبوا سكبوا شو بكون؟ هاتي هاتي عمك هاتي. كمان كل اللي بيكفي. مرحبا يا جماعة. أهلاً أستاذ أسامة. ملوخية طيبة كتير. تفضل. إبراهيم. مرحباً يا صباح. أهلاً أستاذ. مدام لهلا حضرتك قاعدة هون والعالم عم يستنوكي تحت بالتصوير. معلش أستاذ، عشر دقايق بتغدى وبنزل. عشر دقايق؟ والله عاد نحن قاعدين على كيفك هون. لأنه شو القصة حضرة المخرج؟ لا تكون اشتريتني وأنا مالي دريانة. شوف لقلك، أنا قبل ساعة ما رح جهز حالي، وأصلا أنا من الصبح متحملتك ومتحملة صراخك وعياتك، فلفها أحسن لك وأحسن لي. عفريم عليك، هيك بدي إياكي. بالله شو؟ أنا هذا اللي عندي، أنا قبل ساعة ما رح أجهز وصور. ليش ساعة حبيبتي؟ خليهم ساعتين، خليهم النهار كله. فركش فركش. استاذ اسامه برا وسامه برا. فركش فركش مثل ما بدك. ست صباح. بلا صباح بلا رباح. هل عني يا دخيلها دخيلها وهي عم تردع له. ايه فركش بلا صباح بلا رباح.